يقول أحسن الله إليكم: سمعت أن الأنبياء والرسل حاضرة ومن قرى، فهل هذا صحيح أم نعم، أنه هذا من في البادية؟ القرآن، هذا في القرآن أن الله يبعث الرسل من الرجال لا من النساء، ومن أهل القرى لا من أهل البادية، لأن القرى ينتابها الناس ويأتون إليها، الرسول يكون في الحاضرة لأنها ينتابها الناس ويأتون إليها ويصدرون منها. نعم.